وعقب فوز نادي قرطاج على نادي الشمس. معانا ومعاكم احد لاعبات فريق نادي قرطاج، نتعرف عليكي. فاطمه كتاري، ليبرو الفريق. فاطمه، بهنيكي على الفوز النهارده. شايفه ازاي اللقاء من وجهه نظرك النهارده، لا سيما وان هو كان لقاء صعب جدا؟ ايوه، كان لقاء صعب جدا. فريق شمس احنا فريق نعرفوه بالكدي، لعبنا معاه عمناول النهائي، ما كانتش مباراه صعبه، فزنا 3-2. المره هذه كان نفس السيناريو، عندهم ديفونس قويه 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 برشا، اما الحمد لله يا ربي عرفنا كيفاش نخرجوا من الصعوبه هذه، وكنا ناس الكل يد واحده، ورشحنا الدومي فينال، وان شاء الله يا ربي نكملوا الدومي فينال ونفوز بالبطوله ونروح بها لتونس ان شاء الله. شفنا تراجع كبير في الاداء النهارده في الشوط الثاني، يا ترى ايه سر التراجع في الشوط الثاني النهارده؟ والله سر التراجع اللي هو ست لولا خلصنا 25-8، دونك صار ان غولاشمون منا احنا. فريق شمس فاق لعب، غلب معناها تقوى اكثر بالدفاع، كان عنده دفاع خشين، مي الحمد لله يا ربي كنا كونسونتري بالكدا وعرفنا كيفاش نرجع. اخيرا، شايف الدور قبل النهائي ازاي؟ فريق بريزن احنا نعرفوه، فريق كينيا، يعني هما لاعبات طويل القامه، لكن احنا ان شاء الله بالتكنيك نتاعنا باش نعرفوا كيفاش ناخذ المباراه في حوزنا احنا ان شاء الله. فاطمه، لاعبه نادي قرطاج، مبروك الفوز وبالتوفيق في جميع المباريات المقبله. ميرسي، الله يخليك، عايشك.